بسم الله الرحمن الرحيم. نسبة الرضا حسب الرغبات هي الرغبة الأولى 38.57%، الثانية 18.20%، الثالثة 13.93%. الرغبة الأولى والثانية والثالثة هي تفوق 70.7%. توزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب الميادين والشعب، نجد علوم والتكنولوجيا بمرتبة الأولى ب 17.16%، تليها علوم اقتصادية والتسيير وعلوم التجارية ب 11.87%، وتأتي علوم الإنسانية والاجتماعية ب 11.31%. الجديد هذه السنة وهو رقمنة كل مراحل التسجيل من التسجيل الأولي إلى إن شاء الله التسجيل الذي سينتهي باستلام الطالب لبطاقته، بطاقة الطالب إلكترونياً.